ده ربي الذي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصل الحال بالصحابة أنهم يقتدون برسول الله حتى في مشيته. كيف كان يمشي النبي؟ ابن عمر كان يمشي خلف النبي. قال يا ابن عمر عجيب أنت غريب والله، الواحد لما بيمشي مع واحد صاحبه ولا حبيبه يمشي إزاي معه؟ يمشي معه إزاي عم شيخ؟ مش يمشي جنبه كده؟ كتفك بكتفه كده وكتفك كله شيء تلمسه كده، أو تعمل له الحركة اللي بيعملوها دي اسمها إيه يا أحبابي؟ اسمها إيه؟ أن تضع يدك في عضه، ولكن اسمه إيه يا أبو إسماعيل؟ ليك في الحكاوة دي يا أبو إسماعيل؟ ما يعرفهاش. اسمه إيه يا إبراهيم؟ إبراهيم عيد لي في الحاجات دي، ها؟ اسمه يا أحبابي؟ يأنقشه، مش عارف يأنقشه يعني، أنقشه ده صحابي جليل. صليتم على رسول الله؟ نعم يا أحبابي إخواني، ولكن لما يكون لك حبيب وليس له مثيل هذا الحبيب وهو النبي وتمشي خلفه. قالوا لابن عمر يا ابن عمر لماذا تمشي خلف النبي؟ قال حتى أضع قدمي على قدم رسول الله فأكون قد اقتديت برسول الله في مشيته. يا نهار أبيض، شفت وصل الصحابة بهم بهذا؟ ونحن ربما نتكلم عن الفرائض وعن الواجبات والصحابة يسيرون على الأقدام وعلى الأثر، يناقشوا مرة الحجاب ومرة النقاب ومرة مش عارفين لعب. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرأة حرة مش حرة؟ المرأة مش عارف إيه؟ يا ناس عيب، ده أنت قائدكم النبي محمد ما ترك لنا مثقال ذرة من خير تقربنا إلى الله إلا وأمرنا بفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بفعلها. عذاب القبر؟ ما فيش عذاب قبر يا جماعة، تردوا مين؟ مين أنتوا اللي عايزين تطمنونا حيخش القبر وهو مرتاح؟ مين؟ صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن النقاب لحق وإن الحجاب لحق وإن أحباب القبر عذابه ونعيمه حق يا أحباب إخواني في الله. وكل من رسول الله قد جاء الدليل. هل صلينا على سيدنا رسول الله؟ نعم أيها الأخيار، حياة النبي برنامج حياة. أنت محتاج في دنيا الناس صل بنا على رسول الله، دايما تحتاج إلى قائد تسير من خلفه في أي موضوع في حياتك، صح ولا غلط؟ ده أنت رايحين العزاء وماشيين صف واحد بتقدموا أكبر واحد يعني زي أبو شاكر، صليتم على رسول الله وكله يمشي وراء. المهم ما ينفعش نمشي كلنا كده يا رجل. الجمال عرفت الأدب، لو مجموعة من الإبل من الجمال وأردنا أن ندفعها داخل بيت مستحيل يدخلوا مع بعض، مستحيل مستحيل. بس اللي يعرف الجمال يعني زي أبو إسماعيل، بس ما يعرفش حاجة أبو إسماعيل. صليتم على رسول الله؟ إزاي يدخل؟ لازم يدخل جمل أول ثم تتتبع الجمال من خلف. يا أحباب الأنعام، الغنم لو أراد صاحبه أن يسوقه واحدة بس تتحرك شمال أو يمين كل القطيع يسير من خلفها. صليتم على رسول الله؟ لأجل ذلك أراد الله أن يريح البشرية، يريحنا، فجعل لنا قدوة واحدة نقتدي بها بس لا اثنين ولا ثلاثة، ألا وهو النبي محمد. بس عش حياتك أنك تقتدي بهذا برسول الله صلوات الله عليه وسلم، تنجو في الدنيا وفي الآخرة ورب الكعبة.